أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه التعاون مع الممثل والمغني الإيطالي ميشيل مورني والذي شارك في أحد الأفلام الإباحية. وأعلن رمضان في حسابه على الفيسبوك عن عمل جديد يجمعه مع مورني قائلا: انتظروا قريبا فيديو موسيقي جديد مع ميشيل مورني. بدوره رد مورني معلقا على الصورة: حبيبي يا أخي، كما أعاد نشر الصورة التي تجمعه بالفنان المصري عبر خاصية ستوري على حسابه انستغرام. لكن بعض المتابعين لفتوا أن ميشيل مورني كان قد شارك في فيلم دايز 365 والذي تم تصنيفه كفيلم إباحي. وميشيل مورني ممثل ومغني إيطالي يبلغ من العمر 51 عاما، شارك في العديد من الأفلام الإيطالية والبولندية، لكن جاءت شهرته الكبرى بعد بطولة فيلم دايز 365 على شبكة نتفليكس، والتي تخطط لإنتاج جزئين جديدين من الفيلم المأخوذ عن أصل روائي. كما يعتبر عازفا على الجيتار ومغنيا محترفا، أصدر ألبوما العام الماضي يحتوي على العديد من الأغاني. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.